بونسوار، انا دكتور تيريز جرس، هتكلم معاكم النهارده عن فوائد زيت جوز الهند، وهنعمل كمان بيه وصفات طبيعيه للبشره. فوائد زيت جوز الهند: اول حاجه، هو مرطب طبيعي فظيع للبشره، مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات. هعمل معاكم بيه 3 وصفات تحفه. خلينا نشوف اول وصفه. اول وصفه معانا هو ماسك ترطيب للوش وللرقبه، بنستخدم فيه عسل، زيت جوز الهند والزبادي. فايده العسل هو مضاد قوي للبكتيريا، والزبادي هو مرطب طبيعي وفيه لاكتيك اسيد، فهو مقشر طبيعي للبشره. اهم حاجه ان في الوصفه دي نبعد تماما عن المنطقه اللي حوالين الفم والمنطقه اللي حوالين العينين. ودلوقتي هنبتدي نخلط، واول حاجه هنعملها هنحط الزبادي على العسل. ونقلبه كويس قوي لحد لما يتخلطوا مع بعض كويس جدا. وبعد ما اتاكد ان هم اتخلطوا ببعض كويس، هبدا احط عليهم زيت جوز الهند. ونخلط ونقلب بشويش. وكده الماسك جاهز عشان احطه على وشي ورقبتي، واسيبه 15 دقيقه، وبعد كده اشطفه بميه دافيه، وبعد كده ميه ساقعه عشان اقفل المسامات. ايه فوالا. تاني وصفه، وصفه لذيذه قوي، سكراب للايدين والرجلين. بعد ما تشربي قهوتك ما ترميش التفل بتاعها، وهقول لك تعملي بيه ايه. المكونات بتاعته زيت جوز الهند والتفل بتاع القهوه اللي انت شربتيها، وهنخلطهم مع بعض، وهيكون السكراب بتاعنا جاهز. وقلب فيه كويس لحد لما اتاكد ان القوام بتاعه بقى مظبوط. طريقه الاستخدام: بوزعه بالتساوي على ايديا ورجليا، وببدا اعمل بيه سكرابنج بحركات دائريه. الماسك ده مفيد لان فيه ماده الكافيين اللي بتحفز الدوره الدمويه وبتعمل على تجديد الخلايا، والقهوه كمان بتشيل الجلد الميت، فبيبقى عندي بشره رطبه وفريش. بعد ما بنخلص السكرابنج بنشطفه بميه دافيه، وبعد كده بميه ساقعه عشان نقفل المسام. كفايه قوي نستخدمه مره واحده في الاسبوع، وبعد كده بنستخدم المرطب بتاعنا عشان نتاكد ان بشرتنا مترطبه ترطيب كويس قوي. الوصفة الثالثة هو ماسك شوفان وزيت جوز الهند لترطيب وعلاج الحبوب وكمان لغذاء البشرة، بنستعمله على وشنا وعلى رقبتنا. بعد ما طرينا الشوفان بتاعنا بمية مغلية، هنحط الزيت عليه، وبعد ما نخلطه كويس نبتدي نوزعه بالتساوي على منطقة الوش والرقبة، ونسيبه 15 دقيقة، وبعد كده نعمل بيه سكراب لطيف جدا على وشنا، ونشطفه بالمية الساقعة، وكفاية قوي ان احنا نستعمله مرة واحدة في الاسبوع. وكده احنا عملنا 3 وصفات طبيعية بزيت جوز الهند للبشرة. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكوا على خير الحلقة الجاية. ايه فوالا.